تعالوا بقى نعمل دلوقتي كيكة المانجا. 1.5 كوب من الدقيق، 1.5 معلقة من البيكنج باودر، 0.5 معلقة من البيكنج صودا، رشة ملح، كوباية سكر، كوباية مانجا مكعبات، ربع كوباية لبن جوز هند، 1/3 كوباية زيت جوز هند، فانيليا. للتقديم عندنا شوية من المانجا، سكر بودرة، أوراق من النعناع، ودي طبعا حاجات اختيارية تماما. ايه اللي هنعمله؟ أول حاجة هنعملها هنحط المقادير الجافة كلها على بعض زي ما احنا متعودين، هنا كده اهو، رشة الملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا والدقيق. وهناخد هنا المقادير السايلة اللي هي السكر، زيت جوز الهند، الفانيليا، مفيش بيض، مفيش بيض، لبن جوز الهند، وبعدين اخلط دول الاول مع بعض كويس قوي، وبعدين انزل المقادير الجافة واخلطهم برضو كويس قوي قوي، وهي لسه ما اختلطتش تماما ولسه الدقيق باين، انزل المانجا عشان تتعفر بالدقيق فتبقى متوزعة مظبوط على الخليط كله وقت تسوية الكيك. درجة حرارة 180، الرف اللي في النص تحت بس اللي شغال، لو في مروحة شغالة مدة تقريبا هتاخد من نص ساعة لساعة إلا ربع، ونص ساعة هيكون كافي إن شاء الله. هنختبرها بعد مرور 20 دقيقة نشوف إذا كانت استوت ولا لا. تقدروا تعملوها كمان في قوالب كب كيك وتشيلوها في الفريزر وتطلعوا واحدة بوحدتها كده هوت للأكل أو اللانش بوكس أو أيا كان الاستخدام. أنا هحطها في قالب انجلش كيك، تقدروا طبعا تحطوها في مدورة مفيش مشكلة اهي، وعلى الفرن يا ولاد. الكيك لما يستوي لما نيجي الاول ندخله او نختبره لازم نكون سراع جدا عشان ما ننزلش درجة حرارة الفرن. لما نيجي نختبره بنختبره بحاجة تكون رفيعة يا جماعة، مش حاجة تخينة عشان ما يعمليش تجويف في النص يطلع لي منه كل الهواء فالكيكة تهبط. لما الكيكة تستوي بطفي الفرن، بسيبها 5 دقايق جوه الفرن، بعدين بوارب الباب 10 دقايق، بعدين بطلعها على سطح يكون مش سائع واغطيها بفوطة مطبخ نظيفة ومش مبلولة. بعد كده بعد ما تبرد تماما تبتدوا انكم تحطوها في علبة محكمة الغلق. لما الكيكة تطلع من الفرن هيكون ده شكلها، دي ضعف الكمية، يعني دي ضعف المقدار اللي احنا عملناه مع بعض. فطبعا انتوا حرين عايزين تضعفوا الكمية، المهم تضعفوا كل المكونات وبنفس الطريقة، او تعملوها الحجم الصغير او زي ما قلتلكوا تعملوها في الكب كيك. هديها شوية سكر بودرة كده خفيف جدا. طبعا زي ما قلتلكوا طريقة التقديم يعني ما فيهاش اي حاجة اجبارية خالص، كل واحد زي ما هو عايز. هنديها شوية كده من المانجا.